زوار موقع نادو بريسي تيم غادي نمضي احسن الاحوال المهم شفنا وربدا هذه الحلقه ثانيتين نفغ الشارع سؤال الحلقه تغي تهم اجن الشريحه ديال المجتمع الا وهم المطلقون سواء ذي يزن يختم غارين ينقي تلقن والسؤال يزدمو مرا يزدشاني جن شمي يخضب وتغث ديجا يمرش يطلق ما خاص تقبر ما خاص تقبر تشا ونفس الشيء بالنسبه لي يا ريازن سيتي مخ كيخطف فهم الحلقه ارقا مرا يتقدم شاني الجن يوزد شمي يخضب وتغث ديجا يمرش يطلق خاص تقبر على حسب مرا خاص بوضع واه ولكن مرا خاص بوضع ما ثاوي يعني اشنو انت شنو ينغني يعني اشنو انت يجاني يطلق شنو ينغني جن وطلق انت نفس الشيء مرا خاص ان شاء الله مرا خاص واه الا شي وحده مثلا في حياتك كانت ديجا تزوجات وطلقات غتقبل انك تزوجها اياه نقبل نتزوجها علاش لا على مالها ما توليش تعاود الزواج انا قام بالراي ديالي نتزوج بها عادي عادي يعني ما غتلقى اشكال لا من ناحيه العائله ديالك لا من ناحيه حتى شي حاجه لا من ناحيه العائله لا حتى شي حاجه بالعكس غادي نربح فيها اجر وتخفف عليا كلشي بحالاش كلشي شنو تخفف عليك كاع تخفف عليا زعما كاين داك الوحدانيه اللي تبقى هي في وحدتها وتبقى داير واحد الفكره راني تزوجت وطلقت يديو عليها الناس بلا راه تتفسد ولا شي حاجه الا جا شي واحد كان ديجا تزوج وطلق وجاي يخطب فيك واش غتقبلي عليه ولا ما تقبليش الا كان ولد الناس علاش لا ولكن الا كان حتى هو ما فيه ما يتلبخ ما تقبليش عليه عندك شي حاجه تقولي على هذا الموضوع ولا على هاد الشريحه في المجتمع اللي دوك الناس يعني المطلقين سواء رجالا كانوا او نساء صراحه لقيتي ولد الناس يكون مزيان ويتهلا فيها كلشي علاش لا ولكن نيت في مصلح ما كاين علاش بالنسبه لي شو خبر خشى على حسب فهمت لان على حسب العائله الوالدين هو اللي يقبر نشا فهمتي مديني وزن غني غصنا راي نسن واحد نعاود حد يقبر كل الجن ما مش فهمتي يعني شكل الاشكال اللي راك هو العائله انت واقف وتقبر شي انه ما يتسنى ديا واش انا شنو مطلقه تغات مرت ديجا تطلق كل الجن ظروف بالنسبه لي شو غادي يقبر شي الوالدين فهمت ولكن ديني وزن غني نقبر غصنا عادي عاد بالنسبه لي اخويا مرا مجوجه ومطلقه ممكن تجوج بها حقاش هي انسان عادي يعني مكتوب عليها داك الشيء بالنسبه لي انا نقدر نوقف معاها بحال باها بحال خوها ندير فيها خير عادي نقدر ندير معاها حتى ولاد نورمال خص غير فلوس وكل شيء تما خويا وانت خويا شنو كتقول لنا في هذا الموضوع خويا على حسب الظروف وهذه المهم الا كانت الانسانه هي مجوجه مطلقه وباغا دير عائله ووليدات وهذه ودخل سوق راسها الا كان شي وحده اللي هي المهم سيريو وكذا مزيانه ما عنديش مشكل عادي يعني عادي حاجه عادي تكون راحت البال هي كلشي اخويا صراحه تكون عايش حياتك نورمال بالنسبه لي انا حاجه ما تهم